اسمي عم بارتون ارمينيك من طائفة الأرمن الأرثوذكس، وأنا كان عندي من زمان قبل 20 سنة كان عندي مرض التهاب كبد الفيروسي، مرض خطير وكان من نوع خطير، فكان الأطباء إنه يعني قالوا لي يعني ماكو يعني أي دواء له، يعني فكان إنه يعني مصيره التهاب، والرب يعني أعطاني حياة جديدة. فكنت من يوم من الأيام كنت يعني كنت منامي حضرت لي سيدة الأعضاء برؤية وقالت لي أنت تطلب من عندي مرضي يعني، فأنا طلبت إنه أعيش مع أهلي، فتحقق ثاني يوم ويعني كانت هاي المعجزة، فإنه المعجزة إنه نزل بعدها فترة الزيت المقدس من الصبر وكثرت مع الأيام، وكانت تحدث معجزات مع المؤمنين والمؤمنين وكانوا يشفون من مرضهم. كان هذا الحدث أول شيء في بغداد. تقدر تشوف نبيا صور وهذه موجودة وتشرح لنا إياها؟ أول صورة نزلت صورة قلب يسوع. نعم. قلب يسوع كان نزلت فيها في 91 سنة 91 نزل منها الدم وزيت مقدس. وبعدين نزلت صورة الأبرة وبعدين كملت الصور. يجون الناس تهجرتوا من أكثر من منطقة؟ طبعا تهجرنا من أكثر من منطقة. وين جيتوا؟ كنا من بغداد، جينا من بغداد، جينا على زاخو، على موصل، ومن موصل صارت الأحداث، جينا مستقرين في القاهرة. وضعيتكم شلون هسه يعني الحالة المعيشية؟ تعبان الحالة المعيشية، يعني شلون ما حيكون ورا الأحداث يعني. نقول ماكو شغل، ماكو شيء للمسيحيين. والله يعني ماكو شغل. ايش تتمنون بالمستقبل؟ والله نتمنى أكثر شيء نطلب من الرب، مو نتمنى، نطلب من الرب السلام للعالم، إنه هذا أهم شيء بالسلام للعالم، وإن العالم تتعايش بسلام، إن كانت حسب يعني ماكو أي فرق بالطوائف، إنه تعيش بسلام وتتحد، خاصة الكنائس والناس يعني تحب السلام وتعيش بسلام. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. يا حسن.